النهارده هنتكلم في موضوع غايه في الخطوره. اعتقد ان اهل بلدي مصر يئنون من السرطانات، والسرطانات اصبحت لها باع كبير في العالم كله، واعتقد في مصر اصبحنا بنشاهد سرطانات كثيره جدا. بالنسبه لسرطانات المراه، وده سؤال في منتهى الخطوره، مش هيكفينا فيه ان احنا نتكلم مره او اثنين او ثلاثه، لكن هحاول النهارده القي الضوء على اهم الحاجات اللي الناس لازم تخلي بالها منها. السرطان محدش عارف له ايه السبب الرئيسي بتاعه. اكتريه الاسباب للسرطانات هي الجينات، الجيناتكس، يعني اسباب وراثيه. الزوج من الممكن ان يكون مورث له جين معين من العيله بتاعته، والزوجه كذلك، وينتقل الى الابناء، فيكون البيبي او الاولاد، مرحله الاولاد بتكون فيها هذا الجين، ولكن الجين غير مهيج او غير نشط. ايه اللي ممكن ينشط الجين دوت عشان يتحول الى سرطان؟ كل تخصص ما عنده الاسباب الكتيره جدا اللي احنا بنعيشها، والاسباب الحياتيه، سواء من اسلوب معيشه، سواء من اكل وشرب، سواء من تدخين، سواء من مواد كيميائيه بتؤدي الى تعرض العضو الموجود عند البني ادم لان يحدث ليه سرطان. النهارده هنتكلم على سرطانات المراه، ودي بقت كتيره جدا جدا، وبقينا بنشوف سرطان المبيض، سرطان عنق الرحم، وسرطان الرحم ذات نفسه، وسرطانات الثدي. النجمة العالمية أنجليانا جولي في مقالتها الكبيرة الاختياري الطبي اللي قررت فيها ان هي تستأصل لثدييها الاثنين، قررت انها تعمل كده عشان ما عندها السرطان. قررت انها تعمل كده ان لقت ان الـ BRCA اللي هو الجين المسؤول عن تحول تحور الثدي انه يحدث له سرطانات في المستقبل موجود عندها. وده بقى فحص جيني موجود جيد موجود، ان احنا نقدر نعرف الجين دوت موجود عند السيده ولا لا، عشان نقدر نعرف انها ممكن تكون معرضه في المستقبل ان يحصل لها سرطان. هل انجلينا جولي كان عندها سرطان؟ لا، ما كانش عندها سرطان. انجلينا جولي كان عندها الجين المسبب للسرطان، وكان عندها تاريخ عائلي شديد ان بيحدث ليهم سرطانات في العين. بناء على ذلك قررت انها تستأصل ثدييها الاثنين في قرار خطير. اكيد ما بنصحش اي واحده ان مجرد ان لقيت عندها هذا الجين انها تشيل الثدي بتاعها، على الاقل لازم تعمل متابعه، لكن ما تشيلش الثديين لمجرد ان هذا الجين موجود، ولكن في النهايه هو خيارها الطبي. الجين لما بيبقى موجود عند السيدات بيبدا الجين ده يتحور نتيجه تعرض السيده لمجموعه كبيره من الهرمونات الانثويه في حياتها. مين الست اللي بتتعرض ليه هرمونات شديده في وقت في حياتها؟ الست اللي بتبلغ بدري وبينقطع عندها الدوره متاخر. الست دي بتتعرض في فتره طويله في حياتها انها تكون مهيجه بهرمون الاستروجين او متعرضه لهرمون الاستروجين. هذا الهرمون عنيف جدا. ربنا رحم المراه من هذا الهرمون اللي هو بيخليها واخده الشكل الانثوي والشكل الجمالي للمراه كمراه، اللي هو هام جدا في حياتها، ربنا بيرحمها منه في فتره الحمل، لانه بيطلع هرمون البروجستيرون اللي بيبقى مغطي على عمل هرمون الاستروجين. في نفس الوقت كمان هرمون البرولاكتين اللي هو هرمون اللبن، اللي ده برضه بيضاد عمل هرمون الاستروجين، او بيلطف الانسجه بالافكت او بالتاثير بتاع هرمون البروجستيرون. فلو تخيلنا ان الحمل احنا بنقوله 10 اشهر 40 اسبوع، او العامه بيعرفوه ان هو 9 اشهر، ورضاعه سنه ونص يعني سنتين ونص، يعني مع ثلاث اولاد، يعني بتبقى عندها في رحمه شديده في حياتها بالست اللي بتخلف وبترضع. لذلك الست اللي ما بتخلفش وما بترضعش هي الاكثر عرضه لسرطان الرحم وسرطان المبايض وسرطان عنق الرحم. من ضمن الاسباب الثانيه، الست اللي بتتجوز راجل زير نساء او يجامع اكتر من كذا سيده ويجي جماعه في اخر الليل، بينقل ليها مجموعه من البكتيريا ومجموعه من الفيروسات بما فيهم فيروس في منتهى الخطوره اسمه الـ HPV فيروس، او هرمون او فيروس الحليب. ده بيطلع على عنق الرحم ويقعد ياكل في طبقه عنق الرحم لحد على مدار مسافات طويله من العمر، يهيج عنق الرحم ويبدا انه يحول عنق الرحم الى سرطان عنق رحم. الخبر الحلو اللي عايز اقوله لكم النهارده ان هذا الفيروس اصبحنا نقضي عليه تماما، وان سرطان عنق الرحم
بقى ليه مصل مضاد، ويعتبر نقدر نقول ان ده الورم الوحيد اللي ليه مصل مضاد او ليه تطعيم مضاد يقدر ينهي عليه تماما، وانه ما يسمموش للست. وبيدوه في انجلترا دلوقتي من بدايه البلوغ، او يعني احيانا كمان بيتاخد من بدايه اول مره البنت بتبدا تجامع فيها رجل، ممكن توصل ل 13 سنه ان احنا ممكن نديه، وبيتاخد بجرعات معينه عشان يقي الست من سرطان عنق الرحم. السيدات اللي بتستعمل موانع حمل مليانه بالهرمونات ليل نهار، عماله تاخد موانع حمل مليانه بالهرمونات ومليئه بالهرمونات، بتتعرض في وقت من الاوقات ان ممكن يحدث ليها سرطان. ده في منتهى الخطوره، مش ليل نهار او عماله على بطال. انا سالت جارتي قالت لي ان انا اخد المانع الحمل دوت، فانا واخداه وخلصت القصه على كده. بنلاقي كوارث بتحدث بسبب هذا الموضوع. في وجهه نظري الالتهابات المهبليه اللي الستات بتهملها طول عمرهم ويفضلوا يهملوا فيها ويسيبوها، وتسال كل واحده جارتها انا اخد ايه، انا جاي التهاب مهبلي ايه، وفي نهايه المطاف تحدث سرطانات جامه للاعضاء الانثويه للسيده، ده وضع خطر ولازم السيده انها تحافظ عليه. من احد اهم الاسباب برضو الثانيه السيدات ما بتاخدش بالها منها، ان هي ممكن بتاكل اكل مليء بالهرمونات. طبعا معظم السيدات بتاخد جانك فود ليل نهار، وبتاخد حاجات فيها كيماويات، واحنا طبعا ما بقيناش عارفين بحجم كبير الاكل اللي بناكله سليم هرمونيا او بعيد عن الاسمده او المبيدات الحشريه اللي بيكون فيها سرطانات ولا لا. لذلك ينصح دايما ان انا بنوع من انواع البروتينات، وبستخدم لحوم بلدي وفراخ بلدي واسماك، بس انا اكون عارف مصدرها ايه كويس قوي عشان ما يحصلش هذا النوع من انواع السرطانات. الحاجة التانية، لو عندي تاريخ مرضي في عيلتي لابد ان انا اعمل زيارة للطبيب، وحتى لو انا صغيرة، لان الاورام ما بتفرقش ما بين صغير وكبير وكهل وشاب. الاورام بنشوف سيدات بتشوف بنويت عندها 13 سنة و 12 سنة وحتى كمان 7 سنين، وبيكون عندها ورم على المبيض او ورم في الرحم نتيجة ان الام من ممكن انها تكون واخدة وقت الحمل مجموعة من الادوية اللي بتسبب السرطانات بدون ان تدري. لذلك دايما الارمنج ساين او دايما علامة خطيرة لو انا عندي في عيلتي سرطانات، لابد ان انا اجري بسرعة على الطبيب واسأله هل انا عندي فرصة ان يحصل ليا سرطان. بناخد التاريخ المرضي للمريضة، بنعمل تحليل دلالات اورام، ولكني اؤكد ومن هذا البرنامج ان دلالات الاورام غير دقيقه واكم من العمليات اللي هتلاقوها على الانترنت. وكنت انا اعملها ان عيانين كانت الاورام بتاعته دلالات الاورام بتاعتهم سليمه جدا جدا ما فيهاش اي حاجه خالص، ونفتح نلاقي ورم 8 كيلو. اذا ده مش بالضروره، لكن حاجه من الحاجات اللي بنعملها، بناخد التاريخ المرضي، بنعمل دلالات اورام، بنعمل فحص على الثدي، وبنعمل فحص على الجزء الانثوي او اللي هو الاعضاء الانثويه بالسونار او الحوض، سونار على الحوض، وبنضع كل دوت في حاجه سوفت وير او في اكسل شيتس معينه بتدينا نسبه احتماليه السيده دي ممكن يحصل لها سرطان في حياتها امتى او ازاي. بعديها بنجيب السيدة ديت ونحدد لها جلسات المتابعة، سواء كل 3 شهور، كل سنة، كل 3 سنين. لكن المهم ان السيدات اللي بتسمعني النهاردة لازم تكون في نوع من انواع الاهتمام بهذا الموضوع. زي ما الراجل اشهر سرطان عنده هو سرطان البروستاتا او تضخم البروستاتا، سواء حميد او خبيث هيجيله هيجيله، او على الاقل التضخم ده هيجيله في مرحلة ما في عمره. ربنا حكيم ومدي لكل اسباب الموت اسباب، احنا مجرد مكن ماشي. هذا المكن اللي اتحط له روح من امر ربنا سبحانه وتعالى في وقت من الاوقات بيشيخ. وزي ما دايما بقول ان الراجل اللي عنده عربيه قديمه جدا ومكحكحه، لكن كل يوم بيغيرها وينضف، بيغير البنزين بتاعها ويغير الزيت بتاعها وينضفها كويس، غير الراجل اللي عنده عربيه حديثه جدا وبيكسرها كل يوم. الصيانه بتاعه الجسم معناها المتابعه، الصيانه بتاعه الجسم معناها الاكل الكويس والخضروات الكويسة، الصيانة بتاعة الجسم اني اخد مضادات اكسدة. اهم حاجة الطب قال عليها انها بتقي من السرطان مضادات الاكسدة. ده الشيء الوحيد اللي اجمع عليه العلم انه يمنع السرطان، هو ان انا استخدم
مضادات الاكسده اللي هنلاقيها متواجده في السوق بشكل كبير، مش لاقيها في السوق، تقدر تاكلها في زي حاجات زي الراسبيري، عصير البرتقال، عصير الليمون، كل دي حاجات بتبقى فيها مواد كبيره مضاده للاكسده. اخر حاجه مش هقدر طبعا اقعد اقول التدخين، لان اكم من الدكاتره واكم من المرضى والسيدات، والتدخين دلوقتي بقى كل الناس بيبقى فيه تدخين. ما اقدرش امنع كل الناس واقول لهم ما تدخنوش، لكن على الاقل اقدر اقول لك قلل من التدخين، عشان ده من اكتر الحاجات اللي بتحط السموم اللي بتعرضك في يوم من الايام ان انت يكون عندك سرطان. ولازم نشرب لتر ميه يوميا، لان كل السموم اللي بترعى في جسمنا من كل الاكل ومن التدخين ومن كل الحاجات اللي بناخدها يوميا بتتنظف عن طريق الكلى وعن طريق الكبد. فكل ما بشرب ميه بساعد الخليه انها تنظف الجسم من هذه السرطان. وقنا الله واياكم، ونشوفكم في